من مستشفى الشرق إلى وكر الأدوية المزورة وتجار الشنط، أصبحت صحة المريض في لبنان في خطر كبير وسوق الدواء في خطر أكبر. من هذا المنطلق نظمت 100% ليبان ندوة برعاية نقيب الصيادلة جرس اللوم وبحضور النائب فادي عليمي حول واقع القطاع الدوائي وحلوله. نحن مع 100% ليبان عم نعمل مجموعة من الراوند تيبلز يلي هي رح كلها هدفها انه نطلع ببوليسي بيبر عن النظام الصحي بلبنان. واحدة من الاسبكت تبع النظام الصحي هو الفارماسيتيكال سيكتور. معروف لبنان كان من قبل 2019 انه البلد يلي بيستورد اولا الانوفاتيف برودكتس وكل الادوية بتطلع جديد بالعالم كنا نحن توصل لعنا، هيدا يلي بيساعد انه المريض يقدر يشفى بطريقة احسن، خصوصا عم نحكي عن اكيد عن الامراض المستعصية مثل الأمراض السرطانية. هلأ لسوء الحظ بسبب الوضع الاقتصادي والأزمة الكثير كبيرة ما بقى فينا نقدر نجيب هول الأدوية المتقدمة. ناقش الحضور الخطط التي اعتمدت من الدولة والقطاع الصحي حتى اللحظة، مقترحين مجموعة حلول فعالة. بده يكون عنا سياسة دوائية مستدامة قائمة على دعم الصناعة المحلية والإيمان بالصناعة الدوائية المحلية. بدنا يكون نحافظ على نوعية الدواء وجودة الدواء، نقف بوجه التهريب، يكون عنا خيارات واضحة وصريحة بهذا الخصوص، يكون عنا مختبر مركزي، يكون عنا مؤتمر للمانحين، يكون عنا نظام صحي كامل متكامل متمثل بالبطاقة الدوائية اللي حكيت فيها من 10 أشهر وبدأت اليوم يطبق أجزاء منها من التراكينج سيستم وما إلى هنالك. اليوم بده يكون في تركيز أكثر على الصناعة الوطنية، بيكون تركيز أكثر على جينيريك برودكتس بالسوق، وبده يكون كمان في تخطيط لنشوف السوق هذا بحاجة لكل الأدوية أو لا. من هون طلعنا من 2.5 سنين تقريبا واشتغلنا على الـ LDA الهيئة الناظمة للدواء والمتممات الغذائية والمستلزمات الطبية اللي هي أصبحت قانون بس بانتظار الممارسين التطبيقية. هالنوع من الحوكم من الجوفرنس إذا هيدا ما انعمل لو شيء نحدد الكميات اللي بتفوت وأنواع الكميات اللي بتفوت، وصير كمان عندنا مختبر مركزي لنراقب ونتابع. إذا هولي كله ما نعمله مع السيستم اللي اليوم عم بيحكي فيه وزير الصحة اللي هو التريسينج وتراكينج تبع الدواء، كلهم هيدول بيقدروا يساعدونا نضبط هالعملية هاي. دائما ما تشكل الأزمات فرصة لخلق حلول مستدامة. الحلول طرحت، يبقى أن تطبق على أرض الواقع.